ما مفهوم العدالة الاجتماعية؟ وهل يمتلك العرب مفهوماً خاصاً لها؟ ما جذور مشكلة غياب العدالة الاجتماعية في الدول العربية؟ وكيف انعكس هذا الغياب على جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية؟ وكيف يمكن إرساء هذه العدالة في البلدان العربية؟ وما التحديات على الطريق؟ هذه الأسئلة تأتيكم في برنامج حديث العرب بعنوان سبل إرساء العدالة الاجتماعية في الوطن العربي في الأوقات التالية.